يسعدكم، كنتمنى احوالكم تكون كامله بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غنقدم لكم فيه ان شاء الله الطريقه كيفاش تحضروا كوكيز لوليداتكم، وكنضمن لكم انهم غادي يعجبوهم وما غاديش تقدروا تستغنوا عليهم من اليوم، خصوصا وانهم يعني سهله في التحضير ويعني اقتصاديه وكتعطينا واحد الكميه كبيره. ندوزو دابا نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير، عندنا حبيبات الشوكولا، عندنا كيس من سكر الفانيلا، عندنا كاس غير مملوء بالسكر سنيدة او السكر الخشن، بيضه انا نستعمل 200 غرام الزبده، غنستعمل معاها بطبيعه الحال 400 غرام ديال الدقيق، يعني خصني ندخل فيها 400 غرام ديال الدقيق. عندنا معلقه صغيره ديال البيكينغ باودر. ندوزو دابا باش نشوفو الطريقه ديال التحضير. اذا غادي ناخذ الزبده ديالنا نديروها في الاناء، غنضيفو عليها سكر خشن، غنضيفو سكر فانيلا، غادي نخلطو مزيان. نتمنى انه يكون كلشي واضح. نزيدو عليهم البيضه. نتوما غتشوفو معايا الطريقه راه جد سهله وبسيطه، وتستغناو على البسكوي اللي كناخذوهم لوليداتنا في اوقات الدراسه كيكونوا فيهم مواد حافظه. يعني من الاحسن نحضروا لهم شي حاجه في البيت نكونوا عارفين اشنو دايرين فيها. نخلط مزيان الزبده مع البيض، من بعد غادي ندير حبيبات الشوكولا، غندير القياس اللي بغيت، يعني انا ما عطيتكمش، نتوما حرين في الاختيار تختاروا القياس اللي بغيت. نخلطو مزيان، من بعد غنبداو نضيفو الدقيق. انا صراحه غادي ندير هنايا، يعني غنبقى ندير الدقيق حسب الخليط، ولكن راه غنعرف انني الخليط ديالي انا غنعرف القوام ديالو اللي بغيت نحصل عليه. غندير هنايا الخميره ديال الحلويات، هيا غادي نبداو نخلطو. يعني راه في 10 دقائق تقدروا توجدوهم من ابسط ما يكون. حنا كنخلطو، المهم نتوما ضروري خصكم تعبروا بالميزان الا كنتو مبتدئين عاد اول مره غادي تحضروهم. انا باقي غادي نضيف هنايا الدقيق، ما تكونش يعني ضروري خاص العجين ديالي. انا غادي نستعمل الان يديا باش نشوف الخليط ديالي كيفاش داير باش نوصل القوام اللي بغيت نحصل عليه. ضروري الصابلي راه حنا عارفين بين الصابلي راه ما يمكن ليناش نعجنوها الا بغيناها تجينا في الشكل ديالها زوين. مازال غادي نزيد الدقيق، انا غنستمر حتى نكمل وغادي نوريكم العجينه ديالي كيفاش غتولي. اذا ها العجين ديالي من بعد ما جمعته مزيان كيصبح على هذا الشكل. ها نتوما يعني كتكون العجينه لاباط ديالنا ما كتكونش يعني قاصحه بزاف وما كتكونش مطلوقه. المهم انا راه عطيتكم القياس بالغرام. دابا غندوزو باش نشكلوها على شكل ديال الكوكيز. انا قسمت العجينه ديالي على جوج، غادي ندلكها بالدلاك وغادي نطبعها بهذا الطابع هذا. نتوما ممكن تطبعوها باي غير بالكاس، اللي ما عندوش بحال هذا لومبورت بيس يقدر يطبعها غير بالكاس. انا تنأكد لكم بان هذا الكوكيز راه واخا تكون يعني اي سيده كيف ما كانت، يعني ما سبق ليهاش ودخلت للمطبخ او اللي عملت شي وصفه، من اسهل ما يكون. كنتمنى ان كاع السيدات وربات البيوت او يستعملوا الفتيات ولا الجميع طبعا غير هاد السمك هذا خليوها تكون. كنتمنى انها تكون باينه لكم، يعني ما نرقوهاش بزاف. صافي وغادي نبداو هنايا نطبعو بالطابع ديالنا على هاد الشكل هذا. ها على هاد الشكل هذا غنستمر انا غادي نديرها في اناء اللي غادي اولا طاوله اللي غتدخل الفرن ولا قالب. غادي نشعلو الفرن على درجه الحراره 180 درجه، غنخليوها طيب
يعني نقدروا نقولوا من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. المهم حنا مره مره راح كنراقبوا الفورم ديالنا. انا غنديرهم ان شاء الله يطيبوا ونتلاقاو بعد لحظات باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ها هو السمك ديال الكوكيز ديالنا، شفتوا كيفاش خصو يكون بحال هكا. اللي عندها شي سؤال تخليه ليا في التعليق ان شاء الله نجاوبوا عليها، نجاوب على السؤال. الشكل ديال الكوكيز ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي على هذا الشكل هذا، وصدقوني انها كتجي رائعه، وكنتمنى انكم تجربوها صراحه، وصفه تستحق التجربه، وكتجي مقرمشه، كتجي مقرمشه من الداخل. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. وباش ما ننساش، راه انا فاش كنت كنخلط في الخليط ديالي في الاول راه نزلت شي شويه ديال السكر، حيت جاتني شي شويه ناقصه من السكر، وكنعرفوا ان الوليدات كيبغيو شويه ديال الحلاوه تكون يعني سيرتو في الحلويات. الا كان شي سؤال خليه ليا في التعليق لتحت، وغنوعدكم ان شاء الله انني ما غنطولش الغيبه هذه المره، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله تعالى.